هذا مفتاح دار ستي في عين كارم، عين شارم، قضاء القدس. طبعا ستي إلها هناك أراضي وجبال فيها زيتون، وللأسف واحد من الجبال أخذوه اليهود وعملوه منتجع على الفنانين، عبارة عن شاليهات صغيرة عشان يروحوا ويبدعوا هناك. وإن شاء الله هاي الشاليهات نستردها، وبيجوا فنانين عرب هناك عشان يبدعوا. وكمان مستشفى هداسة لما توسع على أرض ستي.